السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد من قناة رافدين، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من مقال للكاتب سمير داود حنوش في موقع كتابات بعنوان ومن الرأي ما قتل. يقول الكاتب: أصبح الحديث عن الفساد ومشتقاته لا شيء سوى هذيان فارغ لا معنى له، وربما فضولا وتدخلا فيما لا يعني المتدخل من وجهة نظر السلطة. ويضيف الكاتب إن صاحب الرأي في العراق أصبح أكثر خوفا من السلطة، والأغرب ما تفعله ماكينة الإعلام الحكومي من ترسيخ مفهوم التخوين ومحاولات جعل دور المثقف هامشي لا يستطيع منافسة رجال السلطة والدين والعشيرة في تحديد بوصلة الرأي، وحتى صنع جيل من أنصاف المثقفين والمطبلين الذين لا هم لهم سوى التهليل والتكبير للسلطة بمزايا وأجور يسيل لها لعاب المهزوزين. لذلك اختار أغلب أصحاب الرأي الاعتكاف والابتعاد عن الإدلاء بآرائهم خوفا على مصائرهم وأرزاقهم، عسى أن يحين موعد التغيير المنشود. بعد أكثر من 20 عاما من التغيير المزعوم، لا زالت حرية التعبير عن الرأي تصلب على مذبح الألم الذي قد يكون موجعا في كثير من الأحيان، ولا زال السؤال هائما يبحث عن الجواب. علاقة مأزومة بين السلطة وأصحاب الرأي. من الواضح أن قواعد الاشتباك لن تنتهي قريبا، خصوصا عند شعور السلطة بذلك الوهم والاعتقاد أن الطرف الآخر ينوي احتلال مكانها وتقويض زعامتها، وتحاول بكل ما تستطيع أن تمنع الاقتراب من قدس الأقداس لها وهي السلطة والنفوذ. حاول أن تصنع رأياً يطالب فيه بناء عراق مزدهر ينعم أبناؤه بثرواته المهدورة بدل الفاسدين واللصوص، وأن توفر لهم التعليم اللائق والعلاج الطبي الصحيح بدل موت الفقراء على أبواب المستشفيات الحكومية التي لا تعطي غير حبة الباراسيتامول أو العلاج في مستشفيات خارج العراق من استطاع إليها سبيلاً. حاول أن ترسم صورة مشرقة لوطن آمن مستقر ينبذ الطائفية والمحاصصة. ستجد أمامك من يتهمك بخلخلة أركان السلطة وتحذير شديد اللهجة قد يهدد وجودك. حاول أن تسأل أي كاهن من كهنة المعبد من أين لك هذا؟ سيأتيك الجواب جاهزا: هذا من فضل ربي. وربما تحاكم على جريمة السؤال والتجرؤ على من لا يجوز لك سؤالهم. ومن صحيفة العالم الجديد العراقية نقرأ تقريرا بعنوان حرق الغاز في العراق لن تنهيه العقود الكبيرة للكاتبة زينة مالك، وجاء فيه: يواجه العراق مشكلة مزدوجة منذ ما يزيد على عقدين من الزمن، ففيما يستورد الغاز بمليارات الدولارات سنويا لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية يحرق يوميا ما يمكنه من تأمين احتياجاته وتجنب إنفاق هذه المليارات وحماية البيئة من التلوث. وفيما أكد مختصون على ضرورة استثمار هذه الثروة المهدورة، عزوا من جانب آخر التلكؤ في هذا الملف إلى سياسة الحكومات والفساد، متوقعين عدم نجاح البلاد باستثمار الغاز خلال السنوات المقبلة، بل سيحتاج ذلك إلى سنوات طويلة. العراق يقوم بشراء كميات كبيرة من الغاز بحدود 6 مليارات دولار سنويا من إيران، لذلك فإننا نحتاج إلى استخدام هذه الكميات من الغاز لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية التي لا تعمل على نوع وقود ثان غير الغاز. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة لا تستطيع بناء محطات للغاز، فهذا يحتاج إلى مبالغ كبيرة ومدة طويلة وشركات تمتلك الخبرة اللازمة. إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ذكرت أن العراق أشعل 629 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي بسبب عدم كفاية خطوط الأنابيب والبنية التحتية لغاية الآن،
مبينة أن هذه الكمية المحترقة من الغاز تكفي لإمداد 3 ملايين منزل بالطاقة. وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن افتقار حقول النفط العراقية لمعدات جمع الغاز يؤدي سنوياً إلى حرق 18 مليار متر مكعب من الغاز المصاحب للنفط. وبحسب تقديرات دولية فإن هذا الحرق يكلف العراق 2.5 مليار دولار سنوياً، أو ما يعادل 1.550 مليار متر مكعب من الغاز يومياً، وهو ما يعادل 10 أضعاف ما يستورده العراق من إيران. وهناك أجندات خارجية تريد أن يبقى العراق بهذا الوضع ليستمر باستيراد الغاز رغم كل الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها. قال معهد واشنطن إن أحد قتلة المحلل السياسي العراقي هشام الهاشمي تمت تبرئته من الجريمة وإغلاق الملف. وأشار إلى أن قاتل الهاشمي تمت تبرئته من قبل القضاء العراقي الخاضع للميليشيات. ولفت إلى أن قضية الهاشمي تعود إلى عام 2020 حين انتقد كتائب حزب الله العراق على شاشة التلفزيون، تحديدا القيادية فيه أبو علي العسكري. ولفت المعهد إلى أن الهاشمي نشر قبل اغتياله بأيام بحثا مفصلا حول الابتزاز الذي تمارسه نقاط التفتيش غير القانونية حول بغداد التابعة لكتائب حزب الله وميليشيا بارزة أخرى هي عصائب أهل الحق. وكانت الداخلية العراقية قد اعتقلت منفذ الاغتيال في ذلك الوقت، وهو ضابط شرطة يدعى أحمد حمداوي الكناني، واعترف بأن ميليشيا دفعته إلى العملية أو إلى تنفيذ العملية مقابل المال. تحت الضغط الذي مارسته كتائب حزب الله لم تسعى الحكومة إلى إعادة القبض على الكناني المفرج عنه بشكل غير قانوني والمتواجد خارج العراق، ربما في لبنان. وفي 2 من كانون يناير عام 2024 ألغت محكمة التمييز الاتحادية التي يديرها القاضي فائق زيدان المدعوم من الميليشيا حكم الإعدام، وأحالت القضية مجددا إلى محكمة ذات درجة أدنى لإعادة المحاكمة. وادعت المحكمة الدنيا في نهاية المطاف أنه ليس هناك قضية يجب أن يرد عليها الكناني الذي تراجع في هذه المرحلة عن اعترافه وعاد إلى العراق خصيصا هذا الأسبوع عند إصدار الحكم. وقضت المحكمة بأن مذكرة الاعتقال الأصلية غير شرعية، وبعد تبرئته تم نقل الكناني مرة أخرى إلى خارج العراق عبر مطار بغداد من قبل فريق أمني تابع لقوات الحشد الشعبي. ومن موقع الجزيرة نت نقرأ مقالا للكاتب محمود سلطان بعنوان اللاعبون الصغار، حروب ما بعد الجيوش النظامية. الدول والقوى الإقليمية الكبرى انتبهت إلى إمكانية إنشاء الميليشيات أو ما تعرف بالشركات الأمنية، وتتولى أجهزتها الأمنية تأسيسها وتسليحها وإسناد المهام القتالية لها بالوكالة عن الدولة في مناطق الصراعات التي تمتد إليها مظلة مصالحها الحيوية، متخففة بذلك من الأعباء الأخلاقية والقانونية المترتبة على ما تقوم به هذه الميليشيات التي تخضع لإشرافها السري وغير المباشر. تقول دراسة للمركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب والاستخبارات، الميليشيات يمكن أن تكون واحدة من الأذرع التي تقاتل بالنيابة لصالح أطراف القوى الإقليمية أو الدولية في النزاعات والحروب. وذهبت الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذا المنحى منذ منتصف 90s القرن الماضي، وتواترت التقارير التي تؤكد أنها استثمرت نحو 300 مليار دولار في 12 ميليشيا، خاصة في الفترة من عام 94 و900 وألف إلى عام 2007. وفي السياق أسست أول شركة مقاولات عسكرية خاصة بلاك ووتر، وهي الشركة التي ارتكبت مجازر مروعة في العراق، منها مجزرة ساحة النسور ببغداد
عام 2007. وتنامى حضور شركات المقاولات العسكرية الخاصة العاملة في العراق إلى أن بلغت نحو 181 شركة أمنية بإجمالي 160 ألف شخص في العراق عام 2007، وهو ما كان يعادل تقريبا إجمالي القوات الأمريكية في ذلك الوقت. من جهة أخرى، كانت ميليشيات بلاك ووتر الأمريكية ملهمة لصناع السياسات الأمنية الروسية ومتأخرة ما يقرب من 20 عاما عن التجربة الأمريكية في هذا الإطار، حيث تأسست شركة فاغنر عام 2014. ومن موقع عربي 21 نقرأ مقالا للكاتب أحمد موفق زيدان بعنوان إسلاميو باكستان وصدمة الانتخابات الأخيرة. مني التيار الإسلامي في باكستان بهزيمة نكراء خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، ويضيف الكاتب: الانتخابات الباكستانية الأخيرة ناقوس خطر حقيقي بلا شك لهذه الأحزاب، فإن لم تقم بمراجعة نفسها وبرامجها وخطابها والشخصيات التي تقدمها فإنها ستظل تواجه نفس النتائج، وهنا لا بد لها أن تقدم نفسها كقوة موحدة بحيث على الأقل تنسق فيما بينها داخل الدوائر الانتخابية، إن كان داخل الجماعات أو مع حلفائها الأقربين من الأحزاب الأخرى، كي لا تفقد أصواتها عبر عملية التشتيت التي تحصل في العادة دون كسب مقاعد أو تسليف هذه الأصوات لحلفائها من الأحزاب السياسية الأخرى. يعزو البعض سبب تراجع جمعية علماء الإسلام في منطقة بلوشستان التي تعد من معاقلها إلى أن مرشحي الجمعية أصبح معروف عنهم تغيير ولاءاتهم بعد فوزهم في الانتخابات، فيتخلون عن الجمعية ويذهبون للحزب الحاكم، وهو ما دفع الناخب المحلي إلى عدم التصويت لهم وذهابه مباشرة إلى حزب الإنصاف بزعامة عمران خان. تدرك الدولة الباكستانية العميقة أهمية مشاركة الأحزاب الإسلامية وضرورة عدم تهميشها، وذلك لمصلحة باكستان القومية، ولكن التيار الإسلامي الباكستاني لديه تحديات حقيقية وجوهرية خلال العمليات الانتخابية بشكل عام، فثمة تفتيت سياسي داخل الأحزاب السياسية مما أثر على شعبيتها، وهناك صعوبة في موائمة أهدافها البعيدة مع الاستراتيجيات الانتخابية التي تركز على احتياجات الناس وما تريده، مما قد ينسف أهدافها الاستراتيجية. لكن بغض النظر عن فوز هذه الجماعات في هذه الانتخابات، لكنها تظل ثقلا سياسيا مهما لباكستان في الخارج، وبالتالي لا بد من التنبه إلى هذا. فمثل هذه الأحزاب إنما هي جسر تعبر به باكستان إلى العالم العربي والإسلامي، خاصة وسط شريحة شعبية عربية وإسلامية ليست قليلة. والآن مشاهدينا إلى الرسوم الكاريكاتيرية. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين.
لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. بعد مرور نحو 6 أشهر على كارثة الفيضانات التي ضربت الشرق الليبي، بدأت مدينة درنا تلتقط أنفاسها ويمارس سكانها شيئا مما كانوا عليه قبل سبتمبر أيلول الماضي. أصبح من الممكن إحصاء الحجم الحقيقي للأضرار، لكن البنك الدولي يقول إن احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في أعقاب الفيضانات الكارثية التي ضربت شرق ليبيا تقدر بنحو 1,800,000,000 دولار، وإن تأثير الكارثة طالما يقرب من 1,500,000 شخص، أي ما يعادل 22% من سكان ليبيا. وتقول خبيرة الشؤون الليبية في مجموعة الأزمات الدولية كلوديا غازيني أنه لا يمكن الانتهاء من مشروع متكامل لإعادة الإعمار بدرنا في ظل الانقسام السياسي بين حكومتي شرق ليبيا وطرابلس. وتضيف غازيني إن حركة إعادة الإعمار بدأت بالفعل، وهناك عمل على إعادة الإعمار وبناء الجسور ومحطات توليد الكهرباء، ولكن كل ذلك ليس في إطار خطط شاملة ووسط تساؤلات السكان عن مصير مدينتهم القديمة. والآن مشاهدينا نتابع معكم فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. الله يرحمهم ويغفر لهم يا أخي. نعرف العالم محمد مدفون هنا، عبد الله مدفون هنا، إبراهيم مدفون هنا. تفضل أنا بس. ما بقدر بحكي. So we're facing right now a lethal combination of displacement, mass displacement, hunger, and disease outbreaks, and that's putting Sudan on the brink of famine. وبهذا وصلنا لختام حلقة اليوم من صدى الأقلام في صدى أقلام جديد. نلتقي بحول الله وقوته. دمتم بخير مشاهدينا، إلى اللقاء.